السلام عليكم. تقدم لكم الأستاذ كريم عديال، محامي بهيئة الدار البيضاء ودكتور الدولة في الحقوق. اليوم غنطرقوا للعقوبات القانونية الحبسية إثر حادثة سير. فهاد العقوبات تيطرق لها القانون ديال أو مدونة السير في إطار الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير. أن السائق ارتكب حادثة سير ولم تكن نيته أن تقع جروح للشخص المصاب، وهذا ما ينص عليه الفصل 167 من مدونة السير إلى الفصل 170 من تلك المدونة، حيث أن المادة 170 تنص: يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 199 إلى توقيف رخصة السياقة لمدة 3 أشهر إلى سنة، وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة 199 فإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة، يعني أن ما يمكنش له يعود يدوز الامتحان لرخصة جديدة خلال مدة سنة إلى سنتين. والنقطة الثانية هي القتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير، يعني أن السائق لم تكن نيته أن يقتل شخص آخر وهو ارتكب هذه الحادثة، وهذا ما ينص عليه أو تنص عليه مدونة السير في فصول 172 و173، حيث أن المادة 172 تنص على أن كل سائق تثبت مسؤوليته عن حادثة سير أو تسبب نتيجة هذه الحادثة بعدم تبصره أو عدم احتياطه، ما خدش الاحتياطات اللازمة، أو عدم انتباهه، ما انتبهش، أو إهماله، أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة من ناحية ديال لا سانتيغ دو سيكوريتي مثلا، أو الحيطة المقررة في هذا القانون، إذا يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من 7500 درهم إلى 30000 درهم، وهذه العقوبة ترفع إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية. كاين حالات إذا كان فيها السائق وارتكب هذه الحادثة فهذا ما يطبق إذا كان في الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة. ثانيا إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحضر السياقة بعد تناولها، يعني أدوية كدوخ وما كتخليش السائق باش يمكن له يتمكن في السيارة ديالو. ثالثا إلى تجاوز السرعة القصوى المسموح بها قانونا بما يعادل أو يفوق 50 كيلومتر في الساعة، يعني إلى فات السرعة المحدودة ب 50 كيلومتر. ثم إذا كان غير حاصل على رخصة سياقة، يعني أن ما عندوش لو بيرمي دو كوندوير هو سائق، أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعينة، يعني أنه هو عنده بيرمي ديال السيارة وكيسوق شاحنة وارتكب هذه الحادثة. ثم إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية: عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض عليه بضاء التشوير الأحمر هو لو فيغوج، ثم عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة قف يعني ستوب، محترم ستوب، ثم عدم احترام حق الأسبقية لا بريوريتي، ثم التوقف الغير قانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني ما عندوش الضوء في الليل، عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، يعني أن السيارة خصها تكون دوزة لا فيزيت تكنيك ديالها ويكون عندها جميع العناصر باش يمكن لها باش يكون السائق يسوقها. ثم عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية تكلمت عليها. وأخيرا إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها، يعني ما نسميه لو ديليت فويت، إذا ارتكب حادثة خصو يتوقف ما خصوش يتهرب من هذه المسؤولية.